السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم طلابنا الأعزاء في مدارس السابلة الثانوية في شرح مادة اللغة العربية للفصل الثاني الصف الثالث الأساسي. درسنا لهذا اليوم هو شعوب من العالم. سنقوم بحل التدريبات، يرجى منكم التركيز وتدوين جميع الإجابات على الكتاب بخط مرتب وواضح. التدريب الأول، اختاروا المعنى المقارب للكلمة الملونة مما بين القوسين. قمنا سابقا بحل الكثير من التدريبات المماثلة لهذا التدريب في الدروس السابقة. لنبدأ معا. ألف، تغطي الثلوج بلاد الأسكيمو على مدار السنة. ما هي الكلمة المقاربة في المعنى لكلمة مدار مما بين القوسين؟ قربي أم طولي أم جانبي؟ هي كلمة طولي، أحسنتم، نضع عليها دائرة. ب، يستخدم الأسكيمو عربات تجرها الكلاب. ما هو المعنى المقارب لكلمة تجرها؟ تزيدها، ترفعها، تسحبها؟ تسحبها. يمكن التأكد من صحة إجابتي من خلال وضع الكلمة التي اخترتها في الجملة. يستخدم الأسكيمو عربات تسحبها الكلاب، إذن بالتأكيد إجابتي صحيحة. جيم، يلبسون ثيابا تقيهم شدة البرد. ما هو المعنى المقارب لكلمة تقيهم؟ تحميهم، تعطيهم، تسقيهم؟ هي كلمة تحميهم، أضع عليها دائرة بخط مرتب وننتقل معا إلى التدريب الثاني. التدريب الثاني، أضع دائرة حول الكلمة المخالفة. يريد مني في هذا التدريب أن أنظر إلى الكلمات الموجودة لدي. لدي ثلاث كلمات متشابهة وكلمة وحيدة مخالفة لهذه الكلمات، يريد مني أن أضع حولها دائرة. ألف، الطواقي، العربة، القفافيز، الأحذية. ما هي الكلمة المخالفة؟ هي كلمة العربة، أضع حولها دائرة لأن الطواقي والقفافيز والأحذية جميعها أشياء أنا ارتديها، إذن الكلمة المخالفة هي العربة. ب، أبواب، سرور، رفوف، ثياب. الكلمة المخالفة هي ثياب. جيم، السلحفاة، الكلاب، المصباح، الأسماك. جميعها كلمات متشابهة عدا كلمة المصباح، هي الكلمة المخالفة، أضع حولها دائرة. ضع دائرة بشكل مرتب وانتقل معي إلى التدريب الثالث. التدريب الثالث، أملأ الفراغ بالكلمة المناسبة مما بين القوسين. لنقرأ معا الكلمات بين القوسين. الطريق، اقترب، القطبي، المستقبل، نصنع. إذن يريد مني في هذا التدريب أن أختار الكلمة المناسبة وأضعها في المكان المناسب. ألف، يتميز الدب القطبي بفرائه الأبيض، إذن الكلمة المناسبة هي كلمة القطبي. ب، نصنع من الصوف ثيابا للشتاء، إذا من معنى الكلمة أستطيع اختيار الكلمة المناسبة من معنى الكلمة ومعنى الجملة أيضا. جيم، لا ترمي النفايات في الطريق. دال، ماذا تحب أن تصبح في المستقبل؟ ها، رأى الطائر القمح فاقترب منه. إذن أضع الكلمات في
في الفراغ وأكتبها بالحركات وبخط مرتب وواضح. والآن يا ثالث، وقبل أن ننتقل إلى التدريب الرابع، دعونا نتعرف معا على ظرف الزمان وظرف المكان. ما المقصود بكل منهما؟ ظرف الزمان هو ما دل على زمان معين. ومن الأمثلة على ظروف الزمان التي سنتعرف إليها اليوم قبل وبعد. مثال: متى يأتي الربيع؟ يأتي الربيع بعد الشتاء. إذن موعد قدوم الربيع بعد الشتاء. إذن هنا ظرف زمان لأنه دلني على موعد قدوم الربيع، أي وقت قدومه. أما ظرف المكان هو ما دل على مكان معين، مثل فوق وتحت. إذن من الأمثلة على ظروف المكان التي تدلني على مكان معين هي فوق وتحت، التي سنتعرف إليها اليوم أيضا. مثال: العصفور فوق الشجرة. أين يوجد العصفور؟ فوق الشجرة. إذن فوق هي أحد ظروف المكان لأنه دلني على مكان تواجد العصفور. لننتقل معا إلى التدريب الرابع ونقوم بحله حتى تتضح الفكرة لدينا أكثر. التدريب الرابع: أملأ الفراغ بالكلمة المناسبة مما بين القوسين. الكلمات هي بعد، قبل، فوق، تحت. إذن منها ما هي ظرف زمان، مثل قبل وبعد، ومنها أيضا ما هو ظرف مكان، مثل فوق وتحت. دعونا نضع هذه الكلمات في الفراغات بشكل صحيح. ألف: أنظف أسناني قبل النوم. متى أنظف أسناني قبل النوم؟ إذن قبل هي ظرف زمان لأنها دلتني على موعدي أو زمان تنظيف الأسنان. ب: جلس الرجل تحت الشجرة. أين جلس الرجل؟ تحت الشجرة. إذن تحت هي ظرف مكان لأنها تدل على مكان جلوس الرجل. جيم: يأتي الربيع بعد الشتاء. دال: ارتفعت الطائرة فوق البيوت. إذن سنتعرف اليوم أيضا على شيء جديد لم نأخذه سابقا. سنتعرف إلى الفعل المبني للمعلوم والفعل المبني للمجهول، لنرى ما الفرق بينهما. الفعل المبني للمعلوم هو كل فعل ذكر معه فاعله، أي أن الفاعل معلوم لدينا، الفاعل يكون معروف لدينا. مثال: كسر أحمد القلم. من الذي كسر القلم؟ هو أحمد. كسر أحمد القلم، إذن الفاعل هو أحمد. إذن لأنني أعرف الفاعل نسمي الفعل كسر هو فعل مبني للمعلوم. أما الفعل المبني للمجهول فهو كل فعل لم يذكر فاعله، أي أن الفاعل غير معلوم أو غير معروف لدينا. مثال: كسر القلم. من الذي كسر القلم؟ هل أعرف من هو الفاعل؟ من الذي قام بالفعل؟ إذن لا أعرف، لذلك نسمي هذا الفعل الفعل المبني للمجهول. لننتقل معا إلى التدريب الخامس ونقوم بحله ونتعرف أكثر على الفعل المبني للمعلوم والفعل المبني للمجهول. التدريب الخامس: أكمل على نمط المثال. رفع خالد العلم. رفع العلم. ما الفرق بين الجملتين؟ في الجملة الأولى رفع خالد العلم، وضعت دائرة على كلمة خالد.
لأنها الفاعل هنا. إذن من الذي رفع العلم؟ خالد هو الذي رفع العلم. إذن الفعل هنا مبني للمعلوم لأنني عرفت الفاعل. أما في المثال المقابل أو في الجملة المقابلة، رفع العلم، من الذي رفع العلم؟ هل أعرف؟ كلا، لا أعرف من هو الفاعل، لذلك نسمي هذا الفعل كما تعلمنا هو فعل مبني للمجهول. لنكمل الإجابات معا. ألف، سمع الناس الأذان، الفاعل هو الناس هنا، إذن هذا فعل مبني للمعلوم. سمع الأذان، الفاعل هنا غير معروف لدي، لا أعرف من الذي سمع الأذان، إذن هو فعل مبني للمجهول. ب، شكر الطالب المعلمة، شكر المعلم. جيم، طرق الضيف الباب، طرق الباب. دال، حمل الرجل الصندوق، حمل الصندوق. دون الإجابات بخط مرتب وواضح. التدريب السادس، أكمل الجدول على نمط المثال. لنقرأ المثال معا. صنع، يصنع، اصنع. أعرف من المثال أن صنع هو فعل ماض، حدث في الزمن الماضي، أي حدث وانتهى، وحركته الفتحة. يصنع هو فعل مضارع، يحدث في الزمن الحالي، أي أنه ما زال يحدث، وحركته الضمة. اصنع هو فعل أمر وحركته السكون. لنكمل. لعب، يلعب، العب. قرأ، يقرأ، اقرأ. جلس، يجلس، اجلس. دون هذه الإجابات على كتابك مع الانتباه إلى حركة كل كلمة. التدريب السابع، أملأ الفراغ بالكلمة المناسبة. عربة، عربتان، عربات. عربة هي مفرد، عربتان هي مثنى، هي ما دل على اثنين أو اثنتين، إذن المثنى هو ما دل على اثنين أو اثنتين، ونقوم بإضافة الألف والنون إلى المفرد حتى تصبح الكلمة مثنى. عربات وهي جمع، ما نوع هذا الجمع؟ هو جمع مؤنث سالم لأنه انتهى بالألف والتاء. طبيبة، طبيبتان، طبيبات، نوع هذا الجمع أيضا جمع مؤنث سالم لأنه انتهى بالألف والتاء. قلمان، ما هو مفرد قلمان؟ قلم، إذن قلم واحد، فأكتب في الفراغ قلم، قلم، قلمان. ما الجمع لقلم؟ هي أقلام، أقلام نوع هذا الجمع تكسير، جمع تكسير. مدرسة، ما هي المثنى؟ أضيف الألف والنون. مدرستان جمعها مدارس، إذن أيضا هنا جمع تكسير. مهندسون، ما هو مفردها وما هو المثنى منها؟ مهندس، أضيف الألف والنون لتصبح مثنى، مهندسان. ومهندسون هي الجمع، ما نوع هذا الجمع؟ هو جمع مذكر سالم، انتبه إلى نهاية الكلمة حتى أستطيع معرفة نوع الجمع وحتى أستطيع معرفة المفرد والمثنى لهذه الكلمة. دون الإجابات على كتابك بخط مرتب وواضح. ننتقل معا إلى التدريب الثامن والأخير. أسأل مستخدما ماذا أو
متى؟ أريد أن أستخدم إما ماذا أو متى وأضع إحداهما في الفراغ. لنتذكر معا أن ماذا أستخدمها للسؤال عن غير العاقل، ومتى أستخدمها للسؤال عن الزمان أو الوقت. يرجى مراجعة ورقة العمل الخاصة بأسماء الاستفهام من فضلكم يا ثالث. لنبدأ بالحل. ألف، تنضج الثمار. متى تنضج الثمار؟ إذن أسأل هنا عن وقت نضوج الثمار. ب، ماذا وجد حسام؟ أسأل عن شيء غير عاقل. جيم، اشترت عائشة الكتاب. متى اشترت عائشة الكتاب؟ دال، متى تبدأ الدراسة؟ ها، متى ولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ اكتب الإجابات بخط مرتب وواضح في المكان المناسب كما هو مكتوب أمامك. إذن أعزائي الطلبة، تدريبنا الأخير كان هو التدريب الثامن، وبذلك تكون انتهت التدريبات لهذه الحصة. بالتوفيق لكم جميعا. أريد منكم محاولة التفكير في جمل تستخدمون فيها ظروف كما تعلمنا سابقا، وأيضا جمل تستخدمون فيها المبني للمعلوم والمبني للمجهول، حتى تستطيعوا تثبيت المعلومة التي تعلمناها الآن. دمتم بحفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله.